السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع الجزء الثاني من الدرس الأول في وحدتنا الستة، واللي بيكلم لي عن My Heat Wave Story. My Heat Wave Story يعني قصتي في الموجة الحرارة. كلمة heat حبايبي يعني حرارة، وكلمة wave حبايبي بمعنى موجة، وستوري بمعنى قصة. تعالوا يلا نبتدي بكلماتنا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا بالنسبة للكلمات بتاعتنا، اول كلمة كلمة tidal wave. tidal wave tidal wave بمعنى موجة مد وجزر. tornado 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 بمعنى اعصار. heat wave heat wave بمعنى موجة حرة. sandstorm 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 بمعنى عاصفة رملية. flood 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 بمعنى فيضان. strong winds strong winds strong winds strong winds storm 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 معنى رياح قوية أو عاصفة. تعال حبايبي نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مديها لي. أول كلمة كلمة store store يعني متجر. a cry a cry بمعنى صرخة. son son ابن. worried 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 معنى قلق. lemons 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 ليمون. favorite 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 معنى مفضل. outside 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 معنى بالخارج. nearby 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 بمعنى مجاور أو قريب. weekend 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 يعني عطلة نهاية الأسبوع. lady lady سيدة. lemonade 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 بمعنى عصير ليمون. grapes 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 يعني عنب. suddenly suddenly فجأة. reply 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 quiet voice quiet voice quiet voice floor floor shade shade watermelon 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 بمعنى بطيخ. تعال حبايبي يلا نشوف تصرفات الافعال اللي هو مديها لي. عندنا كلمه stay يعني يبقى ويمكث. stayed stay stayed pass passed pass passed knock طبعا الكي هنا silent حبايبي. knock knocked knock knocked reply reply replied replied بمعنى رد او اجيب. become become became became يصبح. no no الكي silent. new new lie lie lay 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 feel feel felt felt. تعالوا حبايبي نشوف اهم الاكسبريشنز والبربوزيشنز اللي هو مديها لي. اول اكسبريشن cool us down. cool us down بمعنى لتقلل درجة حرارتنا. on the shady side of the street on the shady side of the street يعني الجانب المظلل من الشارع يعني الجنب اللي فيه ظل. past all our friends houses past all our friends houses يعني مررنا بكل منازل اصدقائنا. at first at first في الاول. in the day يعني في النهار. run outside يعني يجري خارجا. come back come back يعني يعود. come running come running يعني يأتي مسرعا. get onto a chair get onto a chair يعني يضع على كرسي. a bit open a bit open a bit open يعني مفتوح قليلا. lie on the floor lie on the floor lying on the floor lying on the floor lying on the floor يعني مستلقي على الأرض. fall down fall down fall down بمعنى يسقط. تعال حبايبي نشوف أول كويز مديها لي على حفظ للكلمات. عندنا كلمة lemon يعني ليمون. عندنا كلمة lemonade يعني عصير ليمون. عندنا كلمة heat wave يعني موجة حرة. كلمة shade يعني ظل. عندنا كلمة rain يعني مطر. Number one بيقول لي the temperature is very high because of the E. طبعا بيقول لي الجو حر جدا بسبب أكيد موجة الحرارة، فأكيد هقول heat wave. Number two is my favorite drink مشروب المفضل، يبقى أنا عايز العصير حبايبي اللي هو lemonade.
برتريبو it's very sunny so we stayed in the بقولي الجو حر جدا او مشمس جدا عشان كده قعدنا فين اكيد in the shade وشيت حبايبي بمعنى الظل. Number four بقولي I'd like a slice of A and my tea طبعا عايز شريحة ايه في الشاي بتاعي اكيد عايز شريحة ليمون فاكيد هقول a slice of lemon. تعالوا حبايبي يلا نشوف موضوعنا او قصتنا اللي هي my heat wave story يعني قصتي في الموجة الحرة. مديني the beginning وقلنا the beginning حبايبي اللي هي البداية. بقولي the very hot summer became a heat wave طبعا بيقولي ان اصبح الصيف شديد الحرارة موجة حرة جدا. A heat wave is when the temperatures goes very high بقولي الموجة الحرة دي لما درجات الحرارة بتعلى جدا above 40 degrees يعني فوق الاربعين درجة. And no one can do anything. مفيش حد يقدر يعمل أي حاجة. We stayed in the shade and tried to drink lots of water. قعدنا في الظل وحاولنا نشرب مية كتير. Mom asked me and my friend Lamia to go to the store to buy watermelon, grapes and lemons to make lemonade to cool us down. والماما طلبت مني أنا وصديقتي لمياء إن احنا نروح المتجر عشان نشتري بطيخ وكمان عشان نشتري عنب وليمون عشان نعمل عصير ليمون حبايبي عشان يقلل درجة حرارتنا. We went to the store. We came back on the shady side of the street. طبعا بقول روحنا المتجر ورجعنا تاني في الجزء الظل من الشارع. And passed all our friends' houses. وعدينا على منازل أصدقائنا كلهم. تعالوا نشوف the middle. The middle حبايبي اللي هو المنتصف. Suddenly as we were passing Mrs. Suhair's house واحنا معديين على بيت Miss Suhair we heard a cry سمعنا صوت صريخ او عياط. Miss Suhair is a very kind lady in her 70s and lives with her son. بقولي Miss Suhair دي ست طيبة جدا في سن السبعينات او في السبعينات يعني وعايشة مع ابنها. But he goes to work in the day. بيروح الشغل بالنهار. Lamy and I were worried and Mrs. Suhair's door was a bit open. كنت انا ولمي قلقانين طبعا وبيتها كان مفتوح الباب كان مفتوح. So we knocked and called Mrs. Suhair. طبعا حبايبي خبطنا ونادينا Mrs. Suhair. At first there was no reply. في الاول ما كانش في اي رد. Then we heard a quiet voice. سمعنا صوت هادي كده. I'm here. We went into the kitchen and she was on the floor. Help me, she said. رحنا على المطبخ لقيناها واقعة على الأرضية فقالت لنا ساعدوني. The end. The end حبيبي اللي هي نهاية القصة. At first we didn't know what to do. But then I ran outside and saw Mr. Munib. في الأول ما كناش عارفين نعمل إيه لكن أنا جريت على طول وشفت Mr. Munib who works nearby. طبعا ده راجل شغال بالجوار. Mr. Munib please help Mrs. Suhair. يا Mr. Munib تعالى بسرعة ساعد Mrs. Suhair. I called. أنا قلت له. Mr. Munib came running. جاي بيجري. We all helped get Mrs. Suhair onto a chair. ساعدناها إنها تقعد على الكرسي. Then we gave her lots of water and some of our fruit. طبعا اديناها شوية مية وكمان بعض الفاكهة. طبعا هنا بقى بتقول لنا السبب. بتقول she said she went to the kitchen to get some water but she felt ill and fell down because it was so hot. هي راحت المطبخ عشان تجيب بعض المية لكنها حست بالتعب فوقعت لان الدنيا كانت حر جدا. She couldn't get up. ما قدرتش طبعا تنهض. She was very happy we heard her. طبعا كانت مبسوطة جدا ان احنا سمعناها. And we were happy we could help her. واحنا كنا سعادة جدا ان احنا قدرنا نساعدها. طبعا حبيبي في language functions بيرجع لي على السؤال بتاعنا وهو what's the weather like اللي بيسأل عن حال الطقس. طبعا هنا بيقولي what's the weather like today فطبعا بقول it's واجيب حال الطقس اجيب وصف للطقس بقى it's hot it's cold it's cloudy it's windy اي وصف للطقس. قال لي لو انا جيت اسأل عن حال الطقس في الماضي هخلي is بس حبيبي was فيبقى what was the weather like واجيب yesterday. yesterday معناها امس. اهم حاجة انه لو جاب لي was يبقى كده بيسأل عن الطقس في الماضي مش في المضارع. فبرضو لما اجي اجاوب حبيبي هقول it was واجيب حال الطقس. يعني لما اقول لي what's the weather اقول it's. لما اقول لي what was the weather اقول له it was. فهنا بقول لي what is the weather like today قال لي it's hot and sunny. طب لو قلت what was the weather like yesterday هقول هنا it was hot يعني كان حار. طبعا هنا حبيبي بقى كمان بيقول لي what's your favorite وبيجيب لي season. season حبيبي يعني فصل من فصول
السنة، تاني فصل من فصول السنة. طبعا what's your favorite دي بتسأل دايما عن الشيء المفضل. what's your favorite season يعني ما فصلك المفضل. فقال لي my favorite season is winter. طب في إجابات تانية؟ قال لي أيوة طبعا ممكن أقول I like winter يعني أنا بحب الشتاء. طب في إجابة تالتة؟ قلنا آه حبايبي اللي هي it's winter يعني إنه الشتاء. أي إجابة من دول حبايبي فهي إجابة صحيحة على what's your favorite season. طب قدر يا مستر قال لي what's your favorite weather يعني ما طقسك المفضل. قال لي نفس الإجابة حبايبي هقول my favorite بس بدل season هحط weather وأقول is hot weather. hot weather يعني الطقس الحار. cold weather الطقس البارد. rainy weather الطقس الممطر على حسب الطقس اللي انا بحبه. تعال حبايبي يلا نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على الدرس بتاعنا. نمبر 1 بيقول لي we went to the store to buy. طبعا احنا رحنا المتجر عشان نشتري، اكيد هجيب حاجه من اللي احنا نقدر نشتريها من المتجر وهي grapes and lemons. تاني grapes and lemons. نمبر 2 بيقول لي a heat wave is when the temperature. بيقول لي ان الموجه الحاره دي لما درجات الحرارة يا ترى بتعلى ولا بتنزل؟ هتقولي لا بتعلى مستر، يبقى حاول goes above 40 degrees يعني بتوصل فوق الاربعين. نمبر 3 بيقولي we walked on. طبعا هنمشي فين او هما مشوا فين؟ طبعا بنشوف الجانب المظلل من الشارع يعني في الجانب الضل، فهقول we walked on the shady side of the street يعني في الجانب الضل من الشارع. نمبر 4 بيقولي my grandma felt ill يعني جدتي شعرت بالمرض. ليه حبايبي؟ because it was hot لان الجو كان حار جدا. تعالوا نشوف حبايبي السؤال التاني. عندنا كلمة store بمعنى متجر، عندنا كلمة floor بمعنى أرضية، عندنا كلمة shade يعني ظل، عندنا كلمة heard يعني سامعة، عندنا كلمة past يعني و. But it was a very hot day. دارين and رقية، البنت دارين ورقية were at home. دارين's mom asked them to go to the A to buy some fruit. أكيد to go to the store يعني إنهم يروحوا المتجر عشان يشتروا فاكهة. They walked in the A. طبعا مشوا في إيه حبايبي؟ مشوا في الظل. الظل حبايبي اسمه shade. They were on the street and a cry from Mrs. Appear's house. أكيد سمعوا. يعني إيه سمعوا حبايبي؟ heard. سمعوا طبعا صرخة من بيت Miss Appear. Miss Appear was on the A in the kitchen. أكيد كانت على الأرضية، يبقى floor in the kitchen. Mr. Magid and the girls helped Mrs. Abir يعني ساعدوا Mrs. Abir. تعال نشوف حبيبي السؤال الثالث. يلا بقولي it's very a in the summer. طبعا الجو بيبقى في الصيف hot حار. number 2 بقولي as when the temperature goes very high. طبعا درجة الحرارة بتعلى جدا في الهيت ويف يعني في الموجة الحارة. number 3 بقولي what's your favorite a winter. winter ده ايه حبيبي؟ هتقولي season يا مستر يعني فصل من فصول السنة. نمبر 4 بيقول what's the A like. قال لي it's hot. طبعا هنا بيسأل عن الويذر. ويذر حبايبي يعني طقس. تعالوا يلا حبايبي page 291 صفحة 291 بيقول لي yesterday I went to the store with my friend Sarah. رحت المتجر مع صديقتي سارة. we went there to buy some fruit, watermelon, grapes and lemons to make lemonade to cool us down because it was very hot. the temperature was very high. طبعا درجة الحرارة كانت عالية. it was above 40 degrees. So we came back on the shady side of the street. As we were passing our grandma's house, we heard the cry. My grandma is 65 and lives with my uncle. طبعا جدتي عندها 65 وعايشة مع عمي. But he goes to work in the day. بيروح العمل بالنهار. We were worried because the door was a bit open. كنا قلقانين لأن الباب كان مفتوح. My grandma was on the floor. Sarah helped me get my grandma onto a chair. We gave her lots of water. We were happy when we could help her. دنا مية كتير وكنا سعداء جدا لما قدرنا نساعدها. السؤال الأول حبايبي بيقول لي they went to the A to buy some fruit. طبعا راحوا للستور المتجر عشان يشتروا fruit. number 2 بيقول لي lemonade helps us to feel. طبعا بيشعرنا ان احنا نكون cool يعني باردين قليلا. number 3 او درجة حرارتنا قليلة. number 3 بيقول لي when they heard a cry they were. لما سمعوا صرخة حبايبي كانوا ايه؟ اكيد worried. worried حبايبي بمعنى قلق. السؤال number 4 بيقول لي why did they come back on the shady side of the street. طبعا هقول because it was very
hot حبايبي لان الجو كان حار جدا. Number 5 بيقولوا what did they give to grandma يعني ادوا ايه للجده؟ اكيد طبعا هم ادوها ميه كتير. يبقى هقول they gave her lots of water. تاني they gave her lots of water. تعالوا نشوف حبايبي السؤال الأخير معانا بيقول cool how keep do a heat wave you in. طبعا عايز أقول إزاي أنت بتحافظ على درجة حرارتك قليلة في الموجة الحارة. فأكيد هقول how فعل مساعد بتاعي do الفعل بتاعي you الفعل بتاعي حبايبي keep cool يعني إزاي بتحافظ على درجة حرارتك قليلة in a heat wave يعني في الموجة الحرة. Number 2 بقول loud they heard a cry أكيد حاول حبايبي إن هم سمعوا صوت صرخة عالية. يبقى they heard صفة طبعا بتيجي الأول يبقى loud cry. تعالوا نشوف number 3 بقول get helped our friend we a chair onto. طبعا أكيد أنا عايز أقول إن إحنا ساعدنا صديقتنا أو إن إحنا ساعدنا صديقنا إن هو يقعد على الكرسي. فهقول we helped our friend get برافو عليكو onto a chair يعني ساعدناه إن هو يطلع على الكرسي. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد واستنونا في الدرس التاني في الحلقة الجاية. Goodbye. السلام عليكم.